حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راى عمر بن الخطاب حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعه وللوفد قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حله وقال اكسوتنيها وقلت في حله عطارد ما قلت فقال اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له بمكه مشركا